أفادت مصادر محلية في ريف لاذقية بأن طائرات روسية شنت غارات على قرية الغنيمة في جبل الأكراد، مما أدى إلى مقتل 7 أشخاص وأصابة آخرين بجروح. كما شنت طائرات روسية غارات على مدينة كفرزيتا وبلدة اللطامنة في ريف حما، ومدينة جسر الشغور في ريف إدلب، ومدينة الحراك وقرية أصورة في ريف درعا. وشهدت مدينة القريتين في ريف حمص الشرقي قصفا جويا روسيا أسفر عن مقتل 6 أشخاص معظمهم من عائلة واحدة.